السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله يا شباب. السيارة اللي معنا اليوم فولكس واجن باسات، المحرك اللي فيها تي اس اي 1400 والجير اللي فيها دي اس جي. فيها مشكلة في الدي اس جي، السيارة ما بتمشي ابدا. طبعا يا شباب المشكلة كانت مع صاحب السيارة كالآتي، انه كان ماشي بالسيارة تمام، ما كان فيها اي مشاكل. فجأة وقف ينزل يجيب اغراض او نزل البيت تقريبا، ورجع للسيارة بيعطيه غيارات، المحرك بيشتغل تمام ولكن السيارة ما بتمشي، ما فتحش غيارات ابدا في الجير. طبعا بنوريكم حاليا المشكلة، بنشغل السيارة مثل ما تلاحظين، بنعطي السيارة غيار الار وبننزل الهاند بريك. حاليا السيارة على غيار الار والهاند بريك نازل ما هو مرفوع، ولاحظوا بندعس بنزين، ما في بنزين، السيارة ما بتمشي ابدا. لاحظين كيف؟ السيارة ما بتمشي ابدا. ولو اعطيناه كمان على دي نفس الموضوع، ودعسنا اكسلريشن السيارة ما بتمشي ابدا، شايفين؟ بنرجع نعطيه الار وبندعس اكسلريشن. طبعا الاكسلريشن ما بيعلى فوق الاثنين. لما تكون سيارة مأخذ غيار أو وضع الغيار سواء الريفير سواء الدي، لكن لو كان على الان لاحظوا بيرفع عادي ما في أي مشاكل. لاحظتوا كيف يا شباب؟ لكن السيارة للأمام وللخلف ما بتمشي أبدا، بتاخذ غيارات وبتعشق، ولمبة الصيانة هنا شغالة جنب الغيارات، جنب النمر بتاعت الغيارات شايفينها، ولكن السيارة ما بتمشي أبدا لا في الآر ولا في الدي حتى. لاحظتوا كيف يا شباب؟ حاليا بنكشف على السيارة. أول شيء بنحطها على جهاز الاسكانر. طبعا مثل ما قلت لكم حاليا اول شيء بندخل على الجير. انا شباب بنصور لكم شاشه الجهاز كشف الاعطال من التليفون لان الفوكس فيها افضل. ندخل على سيلكت اوتو ترانسميشن، بندخل على فولت كود. ملاحظين هنا في عندي ثلاث اعطال، اثنين هيدروليك بامب، الهيدروليك بامب بتاعت الميجاترونيك، وواحد العطل هذا ب 189 سي. طبعا ترجمة العطل هذا يا شباب function restriction due to insufficient pressure build up، بما معناه ان وظيفة تعشيق الغيارات تم الغائها او تكنسلت بسبب ان ما في ضغط زيت. عرفتوا؟ وظيفة تعشيق الغيارات او تعشيق التروس تم الغائها لان ما في ضغط زيت وما في شيء ضغط على الكلتش. عرفتوا كيف يا شباب؟ هذه هي ترجمه العطل. ترجمه العطل ان طبعا المفروض الميجاترونيك تتحكم بشيئين، تعشيق الغيارات والضغط على الكلتش. في سنسور عند الكلتش، لما الميجاترونيك ما يكون فيها ضغط وتضغط على الكلتش ما بتلغي امر تعشيق الغيارات عشان ما تكسر تروس، لان التروس بتكون شغاله بتتحرك، لما تدعس على الكلتش بتوقف تعشيق الغيارات. نفس فكره المانوال، نفس فكره المانوال بالضبط، ولكن هنا في ميجاترونيك لو ما في ضغط زيت او في مشكله في الدعس على الكلتش بتلغي وظيفه تعشيق الغيارات. فهي هي المشكله اللي في السياره، الهيدروليك بامب ما فيها ضغط زيت، ما بتدعس على الكلتش، ما بتضغط على البساتم او الصوابع تبع الكلتش، فبالتالي الكلتش عندي ما بيضغط، ما بيفصل المحرك عن الجير، فبالتالي الميجا ما راح تعشق الغيار. عرفتوا كيف يا شباب؟ لو الميجا عطت امر تعشيق الغيار وهو ما في ضغط زيت اساسا في الهيدروليك بامب، التروس راح تسمع صوت تكسير فيها وممكن تكسر الجير بالكامل. فهي هي ترجمه العطل الاولاني، function restriction، function يعني الوظيفة أو الأمر، restriction يعني اتلغت due to insufficient pressure build up، يعني بسبب إنه ما فيش ضغط. عرفتوا؟ وهنا طبعا هيدروليك بامب، هيدروليك بامب هذه الهيدروليك بامب تبع الميجاترونيك. بندخل على الداتا أو البيانات تحت الجير. طبعا هنا يا شباب بنطلع لعند الجروب 30، بنكتب 030. اوكي طبعا هذه معلومات ضغط الزيت في الميجاترونيك، بريشر سبلاي اس 1، بريشر سبلاي اس 2، بريشر سبلاي اكتوال فالف، بريشر سبلاي اكتوال فالف، مثل ما انتم شايفين يا شباب. طبعا هنا 60 بار هذه مضبوطه، هذه 42 بار، هذه 25 بار. ملاحظين كيف يا شباب؟ هذه المفروض تكون من رينج 45 الى 55 تقريبا، وهذه المفروض تكون اعلى شويه، تكون 45 كمان الى 50. عرفتوا كيف؟ وهذه المفروض تكون من 2000 تقريبا الى 2700، او من 1700 الى 2700. ملاحظين كيف يا شباب؟ بهاي الحاله في عندنا ضغط زيت ضايع، او في تسريب كبير في ضغط الزيت في الهيدروليك بامب. طبعا المشكله عندنا هنا في البريشر سبلاي اكتوال فالف،
ان هنا معطي قرايه 25 بار، هذه المفروض تكون من رينج ما بين 45 الى 55 57، ما ينفع تنزل كذا. ما دام نزلت عند ال 25 بار 100% بيكون عندنا مشكله في الاكتوال فالف او في تسريب تسريب ضغط زيت في الاكتوال فالف داخل الميجاترونيك. مثل ما انتم شايفين يا شباب، مثل ما شفت يا شباب قرايات هنا والاعطال اللي كانت متسجله على جهاز كشف الاعطال، بهيك بنتاكد 100% ان المشكله في الهيدروليك بامب داخل الميجاترونيك. طبعا في شيء مهم لازم نعمله، اول شيء بنزود شويه زيت للميجاترونيك، بنتاكد مشكله نقد زيت ولا مشكله ضغط زيت ضايع، ولكن على حسب المعطيات هذه بنسبه 90 او 95% مشكله تسريب ضغط زيت. الزيت بيكون كويس ولكن في مشكله عندنا في تسريب ضغط الزيت في احد اللاينات او ممكن في الاكيوميليتر او البستم تبع الميجاترونيك. ولكن حاليا يا شباب قبل لا نطلع الميجاترونيك للخارج بنجيب لتر زيت هيدروليك، زيت مخصوص للهيدروليك بام تبع الميجاترونيك، وبنزود حوالي 100 غرام او 200 غرام، بنشوف السياره بتمشي معانا ولا ما بتمشي. لو مشت بيكون موضوع تسريب زيت، بيكون الزيت ناقص، ولكن لو ما مشت معانا وفضلت على نفس المشكله اللي فيها بتكون مشكله من الهيدروليك بامب وغالبا من الاكيوميليتر تبع الهيدروليك بامب. طبعا على الاغلب نفك الميجاترونيك، ولكن الحركه هاي لازم نعملها عشان احتمال كبير لو زيت ناقص او في اللو داخل الميجاترونيك يعمل نفس الاعطال ويعمل نفس المشاكل ونفس الاعراض ويسجل نفس الاكواد كمان لو زيت الهيدروليك ناقص فيها. فبنزودها شويه زيت ومتابع معكم خطوات العمل ان شاء الله. مثل ما شايفين يا شباب فكيت الجزئيه اللي هنا اللي هي تبع فلتر الهواء عشان نزود شويه زيت للميجا. ثم انتم ملاحظين يا شباب في تليق زيت او تسريب زيت قديم من الميجاترونيك، غالبا يكون هو سبب المشكله او هو سبب خراب جزئيه الهيدروليك بام داخل الميجاترونيك. ملاحظين تليق الزيت منها؟ شايفين كيف يا شباب تليك الزيت؟ طبعا هنا بيركب الاكيوميليتر، ملاحظين او بتسموه هنا في بعض المناطق البستم او الهيدروليك بستم. ملاحظين كيف داخل تحت الغطاء هذا في الجزئيه هذه العاليه. ومثل ما انتم ملاحظين يا شباب هذه الطبه بتاعت الدرين اللي بتفضوا منها الزيت تبع الهيدروليك بامب، عرفتوا؟ طبعا الدير هذا فيه عباره عن جزئين، جزء فيه زيت تروس عادي وفي مجموع تروس عاديه، وجزء الميجاترونيك او الهيدروليك بامب او الهيدروليك يونت، عرفتوا؟ الوحده تبع الهيدروليك المسؤوله عن تعشيق الغيارات والدعس على الكلتش. طبعا الطبه هذه اللي هنا بتنزل زيت الجير العادي، زيت التروس، بتنزل زيت فالفالين 70 80 تقريبا للزوجه بتاعته، والطبه هذه اللي بتنزل زيت الهيدروليك تبع الميجا اترونيك. ملاحظين جزئين، هنا بتاخذ زيت هيدروليك وهنا بتاخذ زيت تروس عادي. بالنسبه لتزويد الزيت من الاعلى من هنا في طبه هنا داخل تحت السلف على طول، طبه صغيره هذه اللي بتزودوا منها زيت للميجا اترونيك. حاليا بنفكها وبنجيب زيت هيدروليك وبنزود الميجا اترونيك حوالي 100 او 200 غرام وبنشوف في تحسن او في فرق او لا. طبعا مثل ما انتم شايفين يا شباب هذا هو زيت الهيدروليك، جبت كيلو حوالي لتر تقريبا، حاليا بنزود فيه 100 غرام او 200 غرام او ممكن 150 غرام داخل الهيدروليك بامب من الطبه اللي في الاعلى اللي شفتوها باستخدام سرنجه صغيره مثل ما انتم شايفين. حاليا بنزود زيت وبنشوف شو النتيجه، متابع معكم خطوات العمل ان شاء الله. طبعا هذا البسم مثل ما انتم شايفين متعلق هنا، بنعمل عليه التجربه عشان تنظيف حجره المحرك من الداخل، حاط عليه مواد تنظيف مثل ما انتم شايفين وتركه لي حوالي تقريبا 4 أو 5 ساعات، بنعمل عليه تجربة عشان نوصل لحل أو عشان نوصل لمنتج أو محلول بنظف غرف الاحتراق الداخلية للمحرك بدون ما يأذي البساتم أو الشمايز أو جسم المحرك. إن شاء الله لما نوصل لحل أو نتيجة كويسة بننزلكم فيديو كامل مخصوص عن طريقة تنظيف الحجرة الداخلية للمحرك من الرواسب الكربونية والرواسب اللي بتكون على سطح البستم. حاليا مثل ما قلت لكم بنزود زيت الهيدروليك بامب ونتابع معكم خطوات العمل إن شاء الله. طبعا انا يا شباب زودت 150 غرام تقريبا في الهيدروليك بامب. لو مشكله نقص زيت المفروض يصير عندي تحسن او تغير في اداء السياره. حاليا مجرب السياره قدامكم مثل ما انتم شايفين يا شباب السياره على وضع الار الريفيرس والسياره ما بتمشي ابدا. مثل ما انتم شايفين السيارة ما بتمشي ابدا، نفس الوضع تقريبا. كمان بنحطها على وضع الدي وبندعس اكسلريشن ما في ابدا، السيارة ما بتمشي ابدا. مثل ما انتم شايفين يا شباب فول اكسلريشن والسيارة ما بتمشي ابدا. بنرجع نجيبها على وضع الريفيرس ما في اي استجابة ابدا، وفي مفتاح صيانة شغال زي ما هو، وغالبا الاعطال وبرشر الزيت داخل الهيدروليك بامب نفس ما هم، فما راح نوصل عليه مرة ثانية وراح نفك الهيدروليك بامب او الميجاترونيك كاملة. ان شاء الله بنفك حاليا ومتابع معكم خطوات العمل.
طبعا يا شباب اول شيء بنغسل الهيدروليك بومب من الخارج قبل لا نفكه من اثار الزيوت الخارجيه، مثل انتم ما تلاحظين بنغسلها من اثار تسريب الزيت الخارجي القديم اللي فيها، عشان لما نحلها ما في اي وساخه او اي زيوت قديمه تدخل داخل البورده تبع الميكاترونيك او تدخل داخل الجير. حاليا بنغسلها من الخارج وبنبدا حلها معاكم. مثل ما شايفين يا شباب بعد ما غسلنا الميكاترونيك من الجناب ملاحظين من اثار تسريب الزيوت من الخارج، حاليا بنبدا بحلها. اول شيء بنفك طبه الزيت تبع الجير من هذه الطبه، بنفضل زيت الجير المانوال اللي هو زيت التروس العادي، وبعدها بنفك زيت الميجاترونيك من الطبه هذه الصغيره شايفينها، بنفضي زيت الهيدروليك اللي فيه الميجاترونيك وزيت التروس العادي اللي في الجير بوكس اللي عند التروس، بنفضي الزيتين حاليا وبتابع معكم خطوات العمل ان شاء الله. انتم ملاحظين يا شباب هذه الطبه بتاعت زيت الجير العادي وهذه الطبه بتاعت زيت الهيدروليك. بعدين كيف شي الشباب زيت الهيدروليك لونه جاي على اخضر تقريبا. كلنا شايفين يا شباب تاخذ حوالي لتر تقريبا. حوالي كيلو بالضبط يعني زيت الهيدروليك، الزيت كان مضبوط ولكن المشكلة في الاكيوميليتر اللي في الداخل. احنا كنا شاكين في الأول إن المشكلة ممكن تكون نقص زيت، ولكن ما طلعت نقص زيت، لا. هذا زيت التروس العادي مثل ما أنتم ملاحظين. مثل ما شفتوا يا شباب هنا زيت تروس عادي زيت فلفلين عادي درجة لزوز 70-80 تقريبا او 75-80 تقريبا، زيت تروس عادي جدا نفسه نفس المنول بالضبط عرفتوا. هنا زيت الهيدروليك بوب عشان تميزوا بس ما بين زيت الهيدروليك وزيت التروس، وكل واحد وين بيركب، كل واحد ليه مكان، كل واحد ليه كيس مخصوص فيه، ما بيركبوا اماكن بعض. وهذه بتنزل حوالي 2 لتر الا 200 غرام او الا 300 غرام تقريبا. حاليا كذا احنا فضينا الزيت، حاليا بنبدا فك بجزئيات الميكاترونيك. هذا يا شباب بنفكه قبل البطاريه. لا شايفين يا شباب بعد ما فكيت قبل البطاريه بنفك صواميل الصغيره هذه اللي ماسكه فيها شيل كهرباء هنا جزئيات الميكاترونيك. لاحظتوا كيف يا شباب؟ في كمان مسمار هنا في الأعلى. مثل ما شفتوا يا شباب. بيك احنا بنكون بعدنا جزئيات الكهرباء هذه عن الميجاترونيك، حاليا بنطلع من الاعلى بنحل فيش الميجاترونيك هذه شايفينها، الفيش هذه بنطلع بنحلها من الاعلى. شايفين يا شباب بنفك الفيش بهي الطريقة. بنسحب اللوك تحت لاعلى. مثل ما شايفين يا شباب. شايفين يا شباب هاي فيشة الميجاترونيك اللي بنبعد سلوك هذه للخلف شوية عشان نعرف نشتغل بس. فكنا جزئيات الكهرباء اللي في الأعلى، حاليا بنطلع السنسور هذا لاحظين، بنفك الغطاء اللي من هنا عشان نرجع البساتم عشان نرجع الدراعة تبع الكلاتشات شوية عن الميجاترونيك.
مثل ما انتم شايفين يا شباب. هذا هو الغطاء.